ولمزيد من المتابعة مشاهدين الكرام ينضم إلينا مباشرة السيد المهندس محمد صديق خبير أمن تكنولوجيا المعلومات. باشمهندس تحياتي، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك فندم. باشمهندس، في الأونة الأخيرة ومع عصر الثورة المعلوماتية كانت هناك الكثير من المصطلحات اتساقا بما هو حدث على أرض الواقع، التحول الرقمي، الرقمنة، اليوم الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية. تعريف بسيط لمثل هذه المراكز وأهميتها وطبيعة عملها. طبعا التعريفات اللي احنا بنتكلم فيها سواء الرقمنة أو التحول الرقمي أو الذكاء الاصطناعي أو الحوسبة السحابية هي كلها مصطلحات في يعني تدل على الثورة الرقمية اللي احنا داخلين عليها. في البداية النهاردة السيد الرئيس فتح مركز البيانات والحوسبة السحابية، ده يعد نقطة تحول تاريخية في عالم الاتصالات داخل مصر. سنتحول من مستهلكين للخدمات بداية نقطة ان احنا نكون مقدمين للخدمات. بنحول عملية صناعة البرمجيات وصناعة تكنولوجيا المعلومات لاتجاه اخر. طبعا زي ما سيادة الرئيس اكد خلال المؤتمر اللي كان موجود ان لازم يبقى في توجه لتصنيع البرمجيات وتصنيع تكنولوجيا الاتصالات، مش لازم يبقى فقط مستهلكين بيها. لزياده صادرات، احنا بنتكلم النهارده صادرات تكنولوجيا المعلومات خلال عام 2023 26%، احنا بنتوقع ان يقفل عام 2024 اكثر من 30%. لذلك على الشباب وعلى الكوادر الجديده ان هي تتوجه في تعلم البرمجيات. الذكاء الاصطناعي ان هو يبدا يدخل في تحليل البيانات وعلوم البيانات في المعلومات الحكوميه. طيب باشمهندس عفوا للمقاطعه، يعني التعريف المبسط للمصطلح الخاص بالحوسبه السحابيه يعني طبيعته ايه؟ هل هو انتاج برمجيات؟ هل هو استخدام التكنولوجيا المتقدمه في عمليات التنميه بشكل او باخر؟ احنا محتاجين نفهم المصطلح وطبيعته من سيادتك. الحوسبة السحابية هي عملية في تخزين البيانات في يعني ديسنترلايز او حاجة مجمعة بتكون واصلة بالانترنت او بتكون على شبكة داخلية، يستطيع اي مكان اي شخص في اي مكان الوصول لنفس المعلومة، يعني عملية زي مركزية للبيانات. معنى كلمة سحابية ان هي قادرة على ان الاتصال بيها يكون عن بعد ريموت. مش محتاج النهارده ان انا اروح لمكان معين، يعني بننقل النهارده المعلومات الحكوميه من الارشيف وان هي تكون في كل محافظه وفي كل مدينه بشكل عشوائي وبشكل غير منظم، ان هي تكون مركزيه ويستطيع اي حد في اي حته في القطر المصري الوصول للمعلومه. ودي معنى كلمه سحابيه، ان المعلومه دي تعتبر في الكلاود، يعني ايه في الكلاود؟ يعني زي ما يكون على الانترنت، اقدر اوصلها ويقدر يوصلها موظف بشكل سريع جدا ومنضبط للغايه. سريع ومؤمن، والاهم ان هو مؤمن. غير كده كمان بيسمح بتطبيق علوم البيانات اللي هي الداتا ساينس، اللي هو عمليه تحليل البيانات والوصول لمؤشرات في البيانات لم يكن استطاعت الحكومه الوصول لها من قبل. لان عمليه ان المعلومات كانت متماثله على مستوى القطر المصري كانت بتخلي متخذ القرار دايما في تاخر صحيح. في اتخاذ القرار صحيح، ما عندوش بيانات دقيقه عن العديد من الامور. يعني مثل هذه المراكز، ده مركز بيعتبر مركز متقدم لانه الاول في مصر وافريقيا على الاطلاق، وبالتالي مصر الى حد كبير بتواكب الثوره المعلوماتيه اتساقا بما هو حدث على المستوى العالمي. فكرة تجميع البيانات ويكون في داتا جيدة ومؤمنة كما ذكرت، إلى أي مدى بتخدم استراتيجية مصر سواء الرقمية أو استراتيجية مصر في مجال التنمية في قطاعات مختلفة؟ لا، هي من ناحية هتخدم مصر أو هتخدم الحكومة، القطاع الحكومي والقطاع الإداري، هي هتخدمها بشكل قوي جدا، وخصوصا في عملية التقرير وفي الأزمات وفي الكوارث. يعني حالة الأزمات والكوارث هتبقى المعلومات سرعتها ودقتها شيء هام جدا، لان طبعا هيخلي متخذ القرار يقدر يتخذ قرار بسرعه وبدقه، وده كان الشيء اللي بنعاني منه ان دايما في تاخير في اتخاذ القرار بهذا او حتى في التقديرات المستقبليه كمان هيكون عند متخذ القرار بالظبط. لكن المركز ده كمان مش بس ان هو مجمع للبيانات فقط،
النهارده المركز ده، عشان بس في ناس ممكن تكون ما خدتش بالها، هو هيبقى سيرفيس بروفايدر، هو هيبقى مقدم خدمات للحوسبه السحابيه في مصر وافريقيا. هو النهارده بدل ما كان مقدم الخدمات بس بيختص على قطاع اوروبا وامريكا، لا، النهارده المركز ده فيما بعد هيكون قادر على تقديم الخدمات للشركات والقطاع الخاص سواء في مصر او في افريقيا، لان هو الاكبر والاقوى دلوقتي والاقرب ليهم، لان قرب النقط اللي مجمع فيها البيانات بيجعلها اسرع في الوصول. يبقى النهارده مش هحتاج، يعني هيبقى البيانات بدل ما كانت بتنتقل عن طريق الكابل البحري اللي موجود في البحر المتوسط وبستدعي البيانات او بعين بيانات في الجانب الاخر من اوروبا وامريكا، لا، النهارده انا ممكن اقدم خدمات استراتيجيه اللي هي خدمات تخزين داخل هذا المركز، وابدا عليها مساحات للدول المجاوره وللقطاع الخاص داخل مصر، وطبعا كده هيبقى الاتصال اسرع وافضل. المركز ده يعتبر طفره في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طفره كبيره جدا، ويمكن الناس العاملين في المجال طبعا عارفين كويس قوي ومدبين ان ده هينقل مصر بمجرد تشغيله كامل تحت 100%، هينقل مصر لنقطه ثانيه خالص. تصنيع البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتصديرها للخارج، سواء تصدير خدمات الحوسبه السحابيه او تصدير البرمجيات. النهارده المبرمجين هيبداوا يشتغلوا على المساحات اللي داخل مصر ويبداوا يصدروا البرمجيات دي، واحنا لازم يعني ننافس بلد زي الهند وماليزيا في تصدير البرمجيات. شكرا جزيلا يا فندم. اشكرك جدا، اشكرك السيد المهندس محمد صديق خبير امن تكنولوجيا المعلومات، شكرا جزيلا.